إذا رأى بعد صلاة الاستخارة رؤيا معينة هل يأخذ بها أو لا؟ جزاكم الله خيرا. هذا يختلف اختلاف الرؤيا. الله المستعان. إذا كانت رؤيا يترجح عند الإنسان أنها رؤيا حق فإنه يستبشر بها ويعمل بها، أما إذا كانت مجرد أضغاث أحلام أو حديث نفس فإنه لا يلتفت إليها، خصوصا إذا كانت أحلاما مزعجة ومخوفة فإنها من الشيطان، عليه أن يتركها وأن يرفضها وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى علاج الرؤيا المكروهة، إن إذا رأى الإنسان رؤيا يكرهها فإنه يتحول من الجنب الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر ويستعيذ بالله وينفث عن يساره 3 مرات ولا يخبر بها أحدا، لا يخبر بها أحدا ولا تضره إن شاء الله. نعم.